Μεταδώστε την είδηση, όχι τον ιό. Spread the news, not the virus. Το Solidarity Now, σε συνεργασία με το pod.gr, δίνει τις απαντήσεις στους πρόσφυγες και μετανάστες που ζουν ανάμεσά μας. Ακολουθούν οδηγίες προστασίας και πρόληψης από τον κορονοϊό στα αραβικά. منظمة Solidarity Now بالتعاون مع موقع pod.gr تزود اللاجئين والمهاجرين بالحقائق والأسئلة حول فيروس كورونا باللغة العربية. انشر الخبر وليس الفيروس بدعم من Solidarity Now، المبادئ التوجيهية الأساسية. نحن فريق واحد في معركة خفض انتقال كوفيد-19. نبقى على علم، نتخذ الاحتياطات اللازمة، ونبقى آمنين لنحمي من حولنا. بناء على المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية، تعلمك منظمة Solidarity Now عن التدابير الثمانية للحماية الأساسية. أولاً، نقوم بغسل أيدينا باستمرار وبشكل جيد بالصابون والمياه أو بالمحلول الكحولي. بشكل عام علينا تجنب وضع أيدينا على الأنف والفم والعينين. ثانيا، عندما نسعل أو نقوم بالعطس نغطي الفم والأنف بساعد اليد وليس بكف اليد أو بمنديل ورقي، ثم نقوم بعدها مباشرة بغسل اليدين. ثالثا، نقوم برمي المنديل الورقي مباشرة في سلة مهملات مغلقة. رابعاً، يجب المحافظة على مسافة من الأشخاص الآخرين عندما نواجه أعراض نزلة البرد مثل السعال، ارتفاع في درجة الحرارة، سيلان الأنف أو آلام في الحلق، وأيضاً مع الأشخاص الذين لديهم نفس الأعراض، وبشكل خاص العجزة، بالإضافة إلى الأشخاص الذين لديهم أمراض مزمنة. خامساً، في حال ظهور أعراض مثل ارتفاع في درجة الحرارة، سعال أو صعوبة في التنفس، وكنا قد زرنا مؤخرا مناطق متضررة من الفيروس، نقوم بالاتصال مباشرة بالطبيب أو مع الفريق الطبي على الرقم 210-521-12054 وعدم مغادرة المنزل. هذا الرقم يفيد الذين يتحدثون اللغة اليونانية، خلافا لذلك يرجى الاتصال بالخدمات الطبية التي يمكنك الوصول إليها. سادسا، في حال ظهور الأعراض المذكورة خلال رحلة سفر، نقوم بإخبار طاقم الرحلة ونطلب المساعدة الطبية. سابعا، نقوم بغسل أيدينا بشكل جيد عندما نطبخ أو عند تقديم المساعدة للمرضى وعند ملامسة الحيوانات. ثامنا، نثق بالأخصائيين وأصحاب العلم فيما يتعلق بتقديم المعلومات الضرورية. لن ندع الخوف يكسب. ابق آمنا، ابق في بيتك. Ήταν το Frequently Asked Questions for Migrants, ένα podcast του Solidarity Now σε συνεργασία με το pod.gr που δίνει χρήσιμες απαντήσεις σε πρόσφυγες και μετανάστες που ζουν στη χώρα μας. Βρείτε το podcast στην ιστοσελίδα του Solidarity Now, στο pod.gr, στο Spotify, Apple Podcasts ή όπου ακούτε podcast από το κινητό σας. يمكنك الاستماع إلى التدوين الصوتي على موقع Solidarity Now أو pod.gr أو Spotify أو Apple Podcasts أو على أي موقع تستمع إليه للتدوين الصوتي من هاتفك المحمول.